بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة الدكتور أحمد عطية الدهشان. الفيديو بتاع النهاردة يا جماعة تنويه هام، مش الفيديو ده ما عملتوش، مش لأول مرة أعمله. الفيديو ده أنا عملته قبل كده تقريبا من سنة، بس كان الصدى بتاعه كان جاب حوالي 11000 مشاهدة، بس كنا عاملينه كده بالجودة الضعيفة، فطبعا ما جابش مشاهدات عالية. فاحنا عايزين قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، عشان احنا هنديكم هدية، والهدية علاج مرض السكر من النوع الثاني في 30 يوم. خلونا في الدراسة بتاعتنا. الدراسة بتاعتنا ديت من البيت، غير مكلفة. اما نيجي نقول مرض السكر من نوع تاني في 30 يوم، عايزين نتكلم ان انت دلوقتي انزل اضغط لايك كده في البداية علشان تشجعني. بص يا جماعة، اي حد بيصنع محتوى حتة ان انت تقول له شكرا، شكرا دي يعني تضغط له لايك، يعني تشترك له في القناة، فانت بتدعمه ان هو يكمل المحتوى الهادف اللي هو ماشي عليه. خلونا بقى دلوقتي نتكلم بشكل سريع كده، علشان مش عايزين نضيع وقت حضراتكم. ازاي الطريقه، ازاي اعالج مرض السكر من نوع تاني؟ في دراسه قام بيها الاتحاد الياباني للامراض، زي ما انت سمعت كده، نستطيع ان نعالج مرض السكر من النوع التاني بالميه. واجعلنا من الماء كل شيء حي، هنقول ان 70% من الجسم ميه، ان 90% من الدم بتاعنا ميه، اي حاجه بتحط فيها ميه بتحط فيها حياه. بنقول ان الميه ديت هي الوسيله اللي بتنقل جميع العناصر الغذائيه لجميع خلايا الجسم. بنقول ان الميه ديت من ادوارها الاساسيه تنشيط العمليات الحيويه في الجسم كله. اما نيجي نتكلم عن الميه نتكلم عن صفر سعرات حراريه، اما نيجي نتكلم عن الميه نتكلم عن التخسيس، اما نيجي نتكلم عن الميه نتكلم عن علاج امراض مختلفه، وهنفرد حركات بشكل مخصوص في هذا الامر. خلونا نخش بقى في الطريقه. طب الطريقه ازاي حضرتك؟ حاجه في طريقه الاستخدام، نلتزم بعدد الاكواب اللي هنقولها بالظبط. اول ما نصحى من النوم، قبل ما نعمل اي حاجه، قبل ما نتوضى، قبل ما نصلي، قبل ما نمضمض بقنا، قبل ما نعمل اي حاجه، هنشرب اربع اكواب ماء دافئ على الريق. هنشرب اربع اكواب ماء دافئ على الريق. اما نيجي نقول اربع اكواب ماء دافئه، يعني مش خمسه، يعني مش ثلاثه، اربع اكواب ماء دافئ على الريق. في ناس هتيجي يقول يا دكتور طب حجم الكوبايه بتاعتنا قد ايه؟ لحظه واحده اجيب لكم شكل الكوبايه او الحجم بتاعها يبقى قد ايه. بصوا يا جماعه، الكوبايه بتاعتنا لو جينا قلنا الكوبايه دي كده اللي انتوا شايفينها قدامكم في الكاميرا ديت، الكوبايه ديت 160 ملي، حجم الكوب 160 ملي، اربع اكواب ميه دافيه، حجم الكوب 160 ملي. تمام، التفاصيل دي مهمه جدا. اي حد عايز يتكلم عن علاج لازم يركز على التفاصيل اللي احنا بنقولها لكم دي. يبقى كده ده كده رقم واحد. حط بقى الكوبايه بتاعتنا يا عم. حطينا الكوبايه بتاعتنا، اول ما نصحى من النوم قبل ما نعمل اي حاجه هنشرب اربع اكواب ميه دافئه على الريق، حجم الكوب 160 ملي. طب بس كده دكتور هي خلصت؟ لا الطريقه ما خلصتش. هننتظر بعد شرب الاربع اكواب ميه دافئه 45 دقيقه. هننتظر 45 دقيقه، مش هنحط اي حاجه في بقنا، اي حاجه في بقنا، ولا ميه ولا اكل ولا اي ولا ترمس ولا مسليات ولا بتاع ولا اي بيبقى بقنا مقفول. لو هتاكل يحط عليه لزقه، شوف لدرجه ايه. بنقول هنشرب اربع اكواب ميه دافيه على الريق، هننتظر 45 دقيقه. هننتظر 45 دقيقه ما بين شرب الميه ووجبه الفطار بتاعنا. ايوه كده، وبكده نكون خلصنا نص الطريقه. النص الثاني، بعد كل وجبه، عندنا ثلاث وجبات في اليوم، فطار غدا وعشاء، بعد وجبه الفطار هننتظر ساعتين بعد كل وجبه، مش هنحط اي حاجه في بقنا على الاقل. تمام، وبكده الطريقه بتاعتي تكون خلصت. هتقول يا دكتور يعني انا هتخلص من مرض السكر من نوع تاني في 30 يوم لو استخدمت هذه الطريقه فقط؟ ايوه، لو استخدمت هذه الطريقه فقط هتتخلص من مرض السكر من النوع التاني. والناس اللي بتتابع معانا في الحالات، وفي ناس باسمها دلوقتي تتذكر هذا الكلام، تعافيت معانا من مرض السكر من النوع التاني. ما كنا نشوف التحاليل قبل ونشوف التحاليل بعد، بنلاقي تغيير جذري تعالجه بشكل كامل في 30 يوم. التزموا يا جماعه بال 30 يوم، وبعد كده ادعوا له دعوه صالحه. انا مش عايز منكم حاجه، مش شغال في شركه ادويه جايه ابيع لكم منتج معين فهستفيد منها. انا كل اللي انا جايبه لك واللي انا بقوله لك بشكل قوي، التزم بس. هنعيد كده الكلام اللي احنا قلناه كده بشكل سريع. اول ما نصحى من النوم، قبل ما نعمل اي حاجه، قبل ما نتوضى، قبل ما نصلي، قبل ما نعمل اي حاجه، نشرب اربع اكواب ميه دافيه على الريق.
بعد شرب الاربع كوبايات ده الميه ده فيها ننتظر 45 دقيقه مش هنحط اي حاجه في بقنا. بعد ال 45 دقيقه هناخد وجبه الفطار بتاعتنا. عندنا 3 وجبات في اليوم، ما بين كل وجبه والتانيه 6 ساعات على الاقل. ممنوع اكل اي حاجه بعد اي وجبه، ممنوع اكل اي حاجه بعد اي وجبه لمده ساعتين، يعني بعد وجبه الفطار هننتظر ساعتين مش هناكل اي حاجه تاني. بعد وجبه الغداء نفس الكلام، بعد وجبه العشاء نفس الكلام، وبكده نكون خلصنا الطريقه بتاعتنا. بس هناك تحذير هام زي ما قلنا كده. بصوا يا جماعه، شرب الميه الكتير او شرب الميه الكتير مفيد جدا، لكن مش كتير لدرجة ان هو يوصل لفوق المعدلات الطبيعية اللي انت المفروض تاخدها. بصوا يا جماعة، احنا نعرف المعدل الطبيعي ليا من المية قد ايه بشكل بسيط. اعرف المعدل الطبيعي ليا من المية ان انا اقسم الوزن بتاعي على 8. يعني لو انا وزني 80 كيلو، لو انا وزني 80 كيلو لو قسمنا على 8 يبقى كام؟ يبقى 10. يبقى العشرة دومت 10 الاكواب اللي انت مفروض تشربهم يوميا. الحد الادنى اللي انت المفروض تشربه يوميا 10 اكواب. لو زدت وصلت 12 كوب، وصلت ل 13 كوب، وصلت ل 14 كوب، ماشي مفيش اي مشكله خالص. لكن حته بقى ان انت بقى تشرب 5 لتر في اليوم و6 لتر و10 لتر، وبنسمع ناس بتعمل كتير جدا برضو بتجي لنا العياده، دكتور ده راجل كبير في السن ومش هيقدر. بالنسبه للناس الكبيره في السن او الناس اللي عندها صعوبه ايا كانت ان هي تشرب الاربع كوبايات ميه دافيه، ممكن تبدا بكوبايه ميه دافيه على الريق كبدايه، وبعد كده توصل لحد الكميه المطلوبه اللي هي اربع كوبايات ميه دافيه. واول ما توصل الكميه المطلوبه عد 30 يوم واعمل تحليل قبل وتحليل بعد. بصوا يا جماعه، الكلام اللي احنا بنقوله دي، الكلام اللي احنا بنقوله ده ممكن تلاقوا بعض الناس تختلف عليه، وفي ناس هتحاول انها تحذف الفيديو، وفي ناس بعض الاطباء ممكن يعملوا حظر الفيديو. عشان كده عايز كل الناس بلا استثناء تاخد الفيديو ده وتنشره على قد ما تقدر. قد تنقذ حياه انسان، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. مش هتكون مبسوط اما والدتك بدل ما هي ماشيه وعماله تلف على دكاتره كده ومحدش وما تمشي على الطريق وبعد كده تتعالج وتشوفها هي صحيا بخير ومبسوطه وبدون مرض، مش هتكون مبسوط؟ عايزين ندخل البهجه والسرور. احب الاعمال الى الله ادخال سرور على قلب مسلم. وبكده يا جماعه يكون الفيديو بتاعنا، وبكده يا جماعه يكون الفيديو بتاعنا انتهى. مش هاكد عليكم، الدال على الخير كفاعله، انشروا الفيديو ده كده رقم واحد. اي حد عنده اي استفسار سيبه لي في التعليقات تحت، هنرد على كل الاستفسارات. شكرا ليكم، كان معاكم الدكتور احمد عطيه دهشان. دمتم بصحه.